السلام عليكم. هنبدا نتكلم عن التايب كونفرجن، ازاي احول من نوع لنوع تاني، من داتا تايب لداتا تايب تاني. قلنا ان الداتا تايبس عندنا بتنقسم لنوعين، نوع اللي هو البريمتيف تايبس والنوع اللي هو الاوبجكت. البريمتيف تايبس زي السترينج والنمبر والبوليان، والاوبجكت لا زي الاوبجكت والاراي والفانكشنز والحاجات دي. في الفيديو ده هنشوف ازاي احول من بريمتيف تايب لبريمتيف تايب تاني. يعني انت معظم تعاملك مع الداتا في الداتا كونفرجن بالذات ان انت بتتعامل مع بريميتيف تايبس، يعني مثلا عندك سترينج في رقم 5 انت عايز تحوله لنمبر عشان تتعامل معاه، يعني تعمل عليه العمليات الحسابيه بتاعتك. طيب القاعده العامه في التحويل ان انا احول من اي نوع لاي نوع تاني سواء بريميتيف او اوبجكت، ان انا بستخدم الكونستراكتور بتاع النوع اللي انا عايز اروح له. يعني مثلا انا عندي داتا من في متغير اسمه A، فيها سترينج مثلا، عايز احولها لنوع تاني اللي هو البي اللي هو نمبر، فاقول له نمبر اوف والقيمه اللي عندي، ان انا بستخدم النمبر كونستراكتور ومن غير كلمه نيو، انا بقول له بس نمبر وادي له القيمه بتاعتي من غير كلمه نيو. ولو عندي اي قيمه عايز احولها لسترينج بقول له سترينج اوف والفاليو بتاعتي، طبعا الكونستراكتور اول حرف كابيتال. يبقى انا عشان احول من اي نوع لاي نوع تاني بستخدم الكونستراكتور بتاع النوع اللي انا عايز اروح له. طيب تعالوا نشوف الانواع او القيم لما بحولها من نوع لنوع تاني بتتحول لايه. اول حاجه الارقام، الرقم لو هو صفر فانا لما بحوله لسترينج بيفضل زي ما هو، يعني هو بدل ما كان رقم بقى سترينج، لكن اللي مكتوب جوه السترينج هو الرقم سواء صفر او غير الصفر، يعني اي رقم في الدنيا لما بحوله لسترينج بيبقى هو هو نفس الرقم بس يعني بقى سترينج، يعني حط لي عليه اللي هي السنجل كوتس او الدبل كوتس. طيب لو نمبر هو نمبر اصلا فانا لما احوله نمبر مش هيحصل فيه اي حاجه. طب لو رقم حولته لبوليان، الصفر بيتحول لفولس واي رقم تاني سواء موجب او سالب بيتحول لترو. يبقى الارقام لما احولها للسترنج يبقى هو هو، بس الفرق ان هو يعني حط عليه السنجل كوت او الدبل كوت. احوله لنمبر هو اصلا نمبر فيعني مش هيحصل له اي تغيير. اما احوله لبوليان لو هو صفر بيتحول لفولس، ولو اي رقم غير الصفر بيتحول لترو حتى لو سالب، يعني سالب 5 هتتحول لترو. طيب نيجي بعد كده السترنج، السترنج اما احوله للسترنج اكيد هيفضل هو هو. نيجي بقى لو حوله لنمبر، لو هو سترينج فاضي بيتحول لصفر، ولو هو سترينج فيه رقم مثلا رقم 5 بيتحول لنمبر، بيبقى هو الرقم اللي جوه السترينج ده، يعني بيشيل لي اللي هي السنجل كوت او الدبل كوت. يبقى الرقم لما حوله لسترينج بيحط الدبل كوت، والسترينج لما حوله الرقم بيشيل السنجل كوت. طبعا ده لو هو بيحتوي على رقم، يعني اللي جواه لازم يبقى رقم بس، يعني رقم 5 جاي للسترنج. طب واحد هيقول لي الخمسة اللي هي السترنج دي هتيجي منين؟ انت اي انبوت بيجي لك من اليوزر، يعني في اي لغه برمجه مش في الجافا بس، مش في الجافا سكريبت بس، اي انبوت بيتعامل معاه كسترنج. طبعا في لغات برمجه هي بتحول الانبوت ده تلقائيا، يعني انت بتقول لها الانبوت اللي جاي لي ده اتعاملي معاه كحاجه فلانيه كنوع فلاني من النوع ده، لكن هو الديفولت بتاعه ان هو سترينج، فاي انبوت جالك من اليوزر هو سترينج. فلو كان السترينج ده فيه رقم ما تقدرش تعمل عليه عمليات حسابيه، انت لازم تحوله الرقم الاول، فلما تحوله الرقم هيجيب لك الرقم اللي جوه السترينج، وطبعا لما تحوله لبوليان هيبقى ترو. طيب لو كان اللي جواه مش رقم، يعني اي حرف في كلمه اي حاجه، اما تحوله الرقم هيتحول ل ان اي ان نان اللي هي نوت ا نمبر. طيب ده كده بالنسبه لان انا احول السترنج لرقم. طب لما احوله لبوليان، السترنج الفاضي هو صفر بيتحول، لما تحوله لنمبر بيبقى صفر. احنا قلنا ان الصفر في البوليان هو فولس، فاكيد هنا برضو هيبقى فولس. طيب اي حاجه تانية هيبقى ترو، يعني اي سترنج تاني هيبقى ترو سواء كان فيه رقم او ما فيهوش رقم هيبقى ترو. نيجي بقى للبوليان، البوليان لما احوله لسترنج هيبقى هو هو، بس الفرق ان هو حط لي اللي هي السنجل كوت او الدبل كوت. لما احوله لنمبر الترو بتتحول لواحد والفولس
بتتحول لصفر. يبقى خلاصة الجدول ده ان الرقم، اي رقم عندي بيتحول في السترينج بيبقى نفسه. طبعا جدول، طبعا الرقم السترينج بيتحول لنفسه، بس هيحط لي اللي هي السنجل كوت او الدبل كوت، يعني ان هو بقى سترينج، لكن محتويات السترينج هي نفس الرقم. الصفر بيتحول لفولس، واي رقم تاني بيتحول لترو. السترينج لما احوله الرقم، لو هو سترينج فاضي بيتحول لصفر، لو هو فيه رقم بيجيب لي الرقم اللي جواه، لو هو ما فيهوش رقم بيجيب لي ان اي ان، الناتج بتاعه نان. طبعا حتى لو انت كاتب هنا اي 5 مثلا، هي اي 5 مش رقم، القيمة على بعضها مش رقم، مفيش رقم اسمه اي 5، في رقم اسمه 5 لوحده لكن مفيش رقم اسمه اي 5، فبرضه تتحول لنان. لما بحوله لبوليان السترنج الفاضي بيبقى فولس، اي سترنج تاني بيبقى ترو. طب البوليان لما احولها لسترنج بيبقى هو هو نفس القيمه، الترو بيتحول لواحد في النمبر، والفولس بيتحول لصفر. طيب نيجي بقى للتلات انواع الخاصه او التلات قيم الخاصه الموجوده في الجافا سكريبت، النل والاندفايند والنين. ما نشوف لما احول كل واحده منهم، اما احولها من النوع الثاني سترينج او نمبر او بوليان بتتحول لايه. طيب النل هتبقى هي هي، اي قيمه من الثلاثه دول لما احولها لسترينج بتبقى هي هي، طبعا اي حاجه احولها لسترينج هتفضل هي هي زي ما هي، مش هيحصل لها اي حاجه. طيب النل لما احولها لنمبر هتبقى بصفر، ولما احولها لبوليان هتبقى بفولس. الاندفاين لما احولها لنمبر هتبقى بنان، ولما احولها لبوليان هتبقى بفولس. طيب النان، النان لما حولها لنمبر هي اصلا نمبر، لو قلنا ان النان نوت نمبر هي نوعها نمبر اصلا، فتفضل زي ما هي نان، ولما حولها لبوليان هتبقى بفولس. طيب ملخص بقى الكلام اللي قلناه، الارقام لما حولها للسترنج او اي حاجه لما حولها للسترنج هتفضل زي ما هي، سواء رقم او سترنج او قيمه بوليان او قيمه خاصه، فهي هتفضل زي ما هي، هو بس هيحط لي اللي هي السنجل كود. اما احولها لبوليان الصفر بيتحول لفولس، اي رقم تاني ترو، الانبت سترنج السترنج الفاضي بيتحول لفولس، اي سترنج تاني بيتحول لترو، النال والاندفايند والنان بيتحول لفولس، يعني كله عندي بيبقى فولس، كله فولس ما عدا الارقام اللي هي مش صفر والسترنج اللي هو مش فاضي. طيب لما اجي احول لنمبر، السترنج لو فاضي بيبقى صفر، لو هو جواه رقم هيحوله لي للرقم، لو جواه اي حاجه تانية هيبقى نان. الترو بتحول لواحد، الفولس بتحول لصفر، النل بتتحول لصفر، الاندفايند بتبقى نان، والنان هي اصلا نمبر فهيسيبها نان زي ما هي. طيب في بقى طرق تانية او يعني حاجات خاصه ان انا احول من الانواع للانواع التانية. عندنا السترنج، عشان احول من اي نوع للسترنج كل الانواع اللي عندي فيها ميثود اسمها تو سترنج، الميثود دي بتحول القيمه لسترنج، يعني ده ممكن استخدمها او استخدم السترنج كونستراكتور، يعني عادي جدا ما فيش اي مشكله، يعني ده اوبشن اضافي عندك ان انت تحول اي حاجه للسترنج، بتستخدم الميثود اللي هي تو سترنج. في برضو عندنا ميثود خاصه بالنمبر، في عندنا جلوبال ميثودز، جلوبال ميثود يعني انت بتستخدم الميثود كده على طول، يعني مش موجوده جوه اوبجكت معين. في عندنا اول حاجه ميثود اسمها بارس انت، الميثود اللي هي بارس انت بتحول لي الرقم لانتجر، بتحول لي القيمه بتاعت الانتجر، يعني مثلا انا عندي 3 و2 من 10 سواء كانت سترنج او نمبر، هيحولها ل 3 هيشيل لي الكسر ده. احنا قلنا ان انواع الارقام عندي 2، يا اما رقم صحيح يا اما رقم فيه كسر، فهو لو رقم فيه كسر وانا بستخدم البارس انت هيجيب لي الرقم الصحيح بس، بيجيب الرقم الصحيح مش بيقرب الرقم، يعني مثلا 2 و6 من 10 هي في التقريب بتبقى 3 لان ال6 اكبر من 5 يعني عدت النص، فالمفروض اقربها ل3، لا هو يجيب لك الاثنين بيشيل الكسر. في عندنا ميثود الثانيه اللي هي بارس فلوت، بتجيب لك الرقم زي ما هو، يعني هو لو السترنج فيه رقم يعني 3.265.265 فهيجيب لي الرقم 3.265، ده لو بارس فلوت، لكن لو قلت له بارس انت هيجيب لي بس
التلاتة، لأن ده اللي هو الرقم الانتجر، الرقم الصحيح بتاعي. والنمبر كونستراكتور يعني شغال زي البارس فلوت. طيب تعالوا نشوف أمثلة، نجرب بإيدنا كده شوية أمثلة. هقول له مثلا نمبر اوف مثلا string فاضي، هيقول لي نمبر السترينج فاضي متحول نمبر هيبقى بفولس. طب لو قلت له 5 هيقول لي 5، لو قلت له 5 و36 من 100 هيقول لي 5 و36 من 100. طب لو قلت له 5 و36 من 100 ايه، هيقول لي نان. هنا بقى في حروف، فخلاص كده انت خرجت من انك بتحتوي على نمبر فقط فيتحول لنان. طب لو قلت له نمبر للنل هيقول لي 0. طب نمبر للأندفايند هيقول لي نان، وهكذا بقى مع باقي الحاجات التانية، يعني باقي القيم التانية والكونستراكتورز التانية. ممكن انت بقى تقعد تجرب وتشوف ده هيطلع ايه. ده كده درس النهاردة، اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.